خلينا نشوف التقرير ده عن الحج ونرجع نكمل حوارنا. إقبال كبير من الحجاج المصريين على أداء فريضة الحج هذا العام، رغم ارتفاع الأسعار مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه. 78 ألف مصري يؤدون مناسك الحج هذا العام، بينهم 22 ألف حاج من الفائزين في قرعة وزارة الداخلية، والباقي فائز في التضامن، وآخرون يسافرون سياحة. ولأول مرة تقرر المملكة العربية السعودية زيادة حصة مصر بنسبة 20% على عدد الحجاج المصريين منذ 5 سنوات. من جانبها، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عديدة لتأمين رحلة الحجاج وتوفير كامل الخدمات والدعم لهم، حيث تبذل البعثة الرسمية برئاسة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي تبذل مجهوداً كبيراً لتفادي أي أزمات والمرور بالحجاج المصريين إلى بر الأمان. كما تواصل شركة مصر للطيران نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، مع بدء انطلاق رحلات حج السياحة للطيران والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة. كما طالبت السلطات السعودية الحجاج بألا يتجاوز وزن حقيبة كل حاج 32 كيلوغراما. القنصلية السعودية في القاهرة ولطمأنة الحجاج المصريين الذين لم يغادروا أرض الوطن أكدت أنها مستمرة في إصدار التأشيرات بشكل طبيعي طبقاً لمواعيد سفر الحجاج. وتقوم حالياً القنصلية السعودية بإصدار نحو 17 ألف جواز متبقية من إجمالي تأشيرات الحجاج المصريين. ولضمان سلامة الحجاج، شددت السلطات السعودية على ضرورة التزام الحجاج بتركيب أسورة الحج طوال وجودهم داخل المشاعر المقدسة والتي توضح اسم الحج ومكان إقامته وخط سير رحلته. كما ألغت السلطات السعودية التأشيرات الخاصة بالزيارات التجارية طوال مدة موسم الحج، وشددت على ضرورة التزام العمالة الموسمية بأداء دورهم في خدمة الحجاج.